السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي ثبت جناني وأجر الحق على لساني. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، أحبتي الكرام، إخواني أخواتي، كل من يتابع مقاطع وتسجيلات إبراهيم المهالي ربيع قرطبة، أولا يعني اشتقت إليكم، وصلى تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى، ويرزقنا الإخلاص في القول عمل، ويوفقني وإياكم لما ينفع الأمة الإسلامية في سبيل مجدها وعزها ونهضتها، وأن يجعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى حراسا بهذا الدين وحماة لهذه العقيدة الطيبة المباركة. تأخرت عليكم كثيرا واعذروني كثرة الأشغال، وكذلك يعني بعض الأمور التي صرفتني عن التسجيل، وها أنا قد عدت إليكم بعد أن وعدت إخواني على الفيسبوك وعلى التويتر بمقطع جديد إن شاء الله تبارك وتعالى، متعلق بجانب لم أتكلم فيه كثيرا من قبل، وإن كنت قد سطرت بعض الخواطر على الفيسبوك، لكن هذه أول مرة أتكلم فيه كمقطع فيديو. وهذا الأمر متعلق بالثقة بالنفس، لكن قبل الدخول في الموضوع لابد من مقدمة. تعلمون يا أحباب أن دين الإسلام هو دين شامل، دين متكامل، أعطى يعني لكل شيء حقه، فالدين الإسلامي متكامل من جميع المناحي، من جميع الجوانب، سواء المجال العقلي أو المجال السلوكي أو المجال الاجتماعي أو الروحي، بمعنى أن دين الإسلام متكامل، أعطى رؤية شاملة، رؤية كاملة، بحيث أعطت الجواب لكل سؤال. فالإسلام عنا بالجانب الإيماني العقدي، وكذلك عنا بالجانب الروحاني، وكذلك عنا واهتم بالجانب الأخلاقي السلوكي، بالجانب البدني، الجانب السياسي الفكري الثقافي. أي دين الإسلام دين متكامل، دين شامل، خلافا لباقي الإيديولوجيات وباقي الأفكار أو الديانات الناقصة أو المحرفة أو. ومن هذه الجوانب التي اهتم بها الإسلام الجانب النفسي. النفس، هذه الكلمة ذكرت في القرآن مئات المرات، أكثر من 300 مرة. فالنفس مهمة ولها دور كبير، لها دور كبير في نجاح الإنسان، في توفيق الإنسان وفلاحه. بل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أقسم بها، وأنتم تعلمون يا أحباب أن الله لما يقسم في حاجة، حينما يقسم بالشيء يقسم به لأهميته ولعظمته، وكذلك يقسم بالشيء خاصة إذا كان هذا الشيء عظيما لأهمية المقسم عليه. أقسم الله تبارك وتعالى بالنفس، قال جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله أقسم بالنفس، أقسم بهذه النفس التي ركبها في الإنسان. فالمفلح هو الذي ماذا؟ يزكيها. هناك تفسير العلماء، هناك من قال أن زكاها هنا المراد بذلك قد أفلح من زكى الله نفسه، وهناك من قال قد أفلح من زكى، فالتزكية هنا من الجانب الإنساني. طيب، عموما، فهذه النفس، هذه النفس إذا اهتم بها الإنسان ويعني أولاها العناية والاهتمام، كان ذلك سببا ووسيلة للنجاح
في الدنيا وفي الآخرة. ومن الوسائل التي بها يكون الاهتمام بالنفس أن تثق بها، أن تعطي لنفسك الثقة، أن تثق بنفسك، بأنك إذا وثقت بنفسك وفقت واستقمت إلى الله جل في علاه، استقام مصيرك إلى الله جل في علاه في الدنيا، في الأمور الدنيوية، في دراستك، في عملك، في علاقتك مع نفسك، في علاقتك مع أقاربك، مع أبيك، أمك، أو زوجتك، أبنائك، مع مجتمعك، مع الآخر، إذا كنت واثقا من نفسك. وسوف أفسر إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا في الدنيا. وفي الآخرة الواثق بنفسه، من عنده ثقة واثق بنفسه، الله تبارك وتعالى يثبت قدمه ويعطى كتابه بيمينه، ويجيب ويكون فخورا بنفسه ساعة الحساب، حينما يفضح الكثير، حينما يعني تظهر العورات، وحينما تتكلم الألسنة، وتتكلم الأيدي، وتتكلم الجوارح، وتفضح الناس في ساعة الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الواثق بنفسه يجيب ويظهر عمله، قال جل في علاه كما في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني أيقنت. إني أيقنت أي إني ظننت، والظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو هذا جزاؤه في عيشة راضية في جنة عالية. الآيات الواثق بنفسه، بخلاف المتذبذب الذي اهتزت ثقته بنفسه في الدنيا أولا بسبب كفره، بسبب بعده عن الله جل في علاه، بسبب عدم اعتماده على الله جل في علاه. وسأفصل إن شاء الله تبارك وتعالى كيف يثق الإنسان بنفسه، كيف يكون جوابه، وماذا سيكون قوله. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. الآيات. فالواثق بنفسه لكونه اعتمد على الله وصدق مع الله جل في علاه، ثم آمن بقدراته وطاقاته واستغلها فيما ينفعه وينفع مجتمعه، الله تبارك وتعالى يوفقه في دينه وأخراه. كذلك في الأمور الدنيوية، الذي يثق بنفسه وعنده عزم وعنده يعني ثقة بقدراته كما ذكرت وطاقاته، تراه لا يتوانى، لا يستسلم، لا يتكاسل، لا يجلس وراء الصفوف، بل دائما هو في الأمام، يتقدم الصفوف، يتقدم حين يحجم الناس، يقبل حين يدبر الناس، إذا تأخر الناس تراه في الصفوف الأولى. يوسف عليه السلام، هذا الرسول الكريم، في سورة يوسف، هذه السورة الطيبة التي فيها مئات الدروس بل آلاف الدروس، لما رأى عزيز مصر، لما رأى ما رأى في المنام وقص الرؤية على الناس، ثم لم يجد من يعني يشفي غليله ويروي، يعني يشفي عليله ويروي غليله. هنا يوسف عليه السلام لما فسر الرؤية وعبرها ماذا يفعل؟ كان واثقا من نفسه، فقال للملك بنبرة فيها ثقة وفيها إيمان بما عنده من خبرة، قال له: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لما أصاب مصر الجدب والقحط والسنوات العجاف، لكن كان يعلم أنه عنده قدرة على ماذا؟ عنده قدرة على يعني تسيير البلاد، وعلى الحفاظ على اقتصاد البلد والخروج من الأزمة. قال له: جعلني على خزائن الأرض. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان، ولنا في القرآن الكريم الدروس والعبر. لذلك الثقة بالنفس أمر نحتاج إليه بشكل كبير في مجتمعاتنا الإسلامية،
لماذا؟ أنا كمغربي عشت في بلد بين قوسين مسلم. مجتمعاتنا الإسلامية الآن في هذا الزمان، الزمن الذي نعيش فيه، ولا ننكر هذا، تخلفا وانحدارا وتدهورا في جميع المجالات بما فيها المجال الديني، المجال السياسي، نعاني استبدادا ونعاني تجبرا وظلما وجبروتا وطغيانا، في المجال الاقتصادي الفقر والفساد المالي، ونعاني من أزمات وأزمات وأزمات، في المجال الاجتماعي تدهور الأسرة، تدهور العلاقات ما بين الناس، في المجال الديني الخلقي، في جميع المجالات، المجال الثقافي حدث ولا حرج، المجال التعليمي الأكاديمي، يعني كل هذه المجالات نعاني منها، نعاني. لا أقول أن الغرب لا يعاني، لكن في مجال المقارنة لا نقارن مع أولى الناس، خاصة في المجالات الدنيوية، المجالات الإنسانية. طيب، ومن الأسباب، من الأسباب التي جعلتنا نعيش هذا التدهور ونعيش هذا التخلف، بطبيعة الحال البعد عن الدين، لا ننكر ذلك، البعد عن الدين والبعد عن الإسلام هو من أسباب. وهذا الدين الإسلامي هو الذي يشجع الإنسان على ماذا؟ أن يثق بنفسه وأن يثق بقدراته وطاقاته، لكن ذلك لا يكون إلا بعد صدق الاعتماد على الله جل في علاه والتوكل على الله. أريد أن أبين هنا أنني حينما أتكلم عن الثقة بالنفس لا أعني بذلك الاعتداد بالنفس دون توكل على الله. نحن مسلمون، نحن نؤمن بأن المسلم يتوكل على الله، قلبك مشاعرك وجدانك معتمد على الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت تعلم أن الله الحكيم الخبير أعطاك قدرات، أعطاك عقلا تميز به، فتستطيع ماذا؟ أن تستغلها فيما ينفعك وما ينفع مجتمعك. ثقة بالنفس لقد محيت من أنفس مجتمعاتنا للأسف الشديد. يعني تجربة بسيطة، يعني لن أقول تجربة بسيطة جدا، في أمريكا اشتغلت مدة هناك ولازلت يعني دائما أروح أسافر لهذا البلد، تجربة لسنوات بسيطة. أكبر شيء استفدته من الشعب الأمريكي غير المسلم، ولا يأتي شخص يقول لي أنت تتبجح بالكفار وما الذي يفيدك هؤلاء، لا، الحكمة ضالت المؤمن، خاصة في التجارب الإنسانية والأمور التجريبية والأمور الممارسة السلوكية. أكبر شيء استفدته من الأمريكا أنهم يزرعون في قلوب أطفالهم وتلاميذهم الثقة بالنفس، حتى في المصطلحات التي تقال، المعلم حينما يكلم تلميذه، الأستاذ حينما يكلم طلابه، بل حتى رئيس العمل حينما يكلم شغيليه. اشتغلت في شركة، والله لا أخفيكم، خدمنا مع المغاربة وخدمنا مع الأمريكان. المغربي لما تكلمه تيقول لك أنت ما كتعرف أصلا أنت شي حاجة، شكون اللي دخلك لهذه الخدمة أصلا؟ يعني أنت جديد في العمل، أنت جديد أول يوم في العمل، هو يعني كيتسنى منك تكون أنت عارف كل شيء، فبالتالي لما تيشوفك تتسول شنو غندير وشنو ما ندير، تيقول أنت خصك تعرف، واش عندك أنت 20 عام ومازال ما كتعرفش دير هذه وما كديرش هذه؟ مزيان، وفاش دير؟ تيقول لك لا ماشي بحال هكذا، ثم ماذا؟ يحطمك، ثم يتعامل معك بهذا الأسلوب الذي ليس فيه أي تشجيع. في حين والله في نفس الأسبوع راح اشتغلت معه في شركة، أول يوم أنا لا أخفيكم، أنا يعني بكل سميته واحد الماكينة ما كنعرفش نشغلها، سولت المانجر ديالي قلت له ما كنعرفش هاد الماكينة نشغلها لأن أول يوم عندي، والله وراتني بالتفصيل الممل، بالتفصيل يعني الحركة حتى اللي ربما كتعلم طفل صغير، تعال شدت من يدي، تعال هنا دير هذه دير هذه دير هذه دير هذه، بواحد التفصيل ممل بنوع من الرقة واللطافة، لما كبرت بقيت تصفق ليا، فهمتني؟ فاش حسيت أنا في تلك اللحظة قلت شكرا، يعني حسيت بواحد الثقة وبواحد أنني باغي نستمر في العمل، نستمر هذا في المجال ديال العمل عادي. مركز إسلامي، أول مركز إسلامي كان لي فيه إمام، بطبيعة الحال في أمريكا الخطب كتكون باللغة الإنجليزية، خاصة في المدن اللي فيها جالية كبيرة من غير من غير العرب أو من الأمريكان، من السود أو باكستان والهنود الذين لا يتقنون اللغة العربية. وأنا في السنوات الأولى لم تكن عندي القدرة، يعني
في أن أرتجي الخطاب أو أن أتكلم باللغة الإنجليزية مستقيمة أو سليمة، لكن حاولت، خاصة أن عندي دراسة شرعية في المركز، يعني احتاجني أن أشتغل معه. فأول خطبة ألقيها بطبيعة الحال اشتغلت عليها مدة طويلة، راجعتها وراجعتها وراجعتها، ألقيت الخطبة الجزء الأول باللغة العربية، الجزء الثاني باللغة الإنجليزية. لما أنهيت الخطبة، شوف الفرق ما بين الذي نشأ في الوسط اللي هو مجتمعاتنا العربية بين قوسين الإسلامية، وبين اللي نشأ في الوسط بين قوسين أمريكي. يعني أجل عند العرب، يعني الفلسطينيين المصريين كذا، وبقيت تجد الأخطاء اللي درتها في البرونسيشن، الأخطاء اللي في التعبير إلى آخره، درتي هذه درتي هذه درتي هذه درتي، أوكي شكرا. علما أن أغلب هؤلاء اللي جدوا الأخطاء كلهم عندهم سنة سنتين في أمريكا، والله الذي لا رب سواه. جو عندي سول من الأمريكان فقال لي برادر يو ديد جود جوب، لقد قمت بعمل جيد. هادو قالوا لي أحسنت، وهذا تود ورضع الإنجليزية ويتقنها، لكن أنا فهمت المقصود ديال هؤلاء، هم يريدون أن أثق بنفسي حتى أستمر، وحتى ماذا أتفوق، وحتى لا أقول أنا ما كنعرفش نهضر بالإنجليزية، لا غنزيد ونتعلم ونقرأ و و و والله لاحظت القضية، لاحظت في المسلمين اللي هما أمريكان والمسلمين اللي نشأوا في مجتمعات بين قوسين، رضعنا فيها ثقافة ديال الحقرة، رضعنا فيها ثقافة ديال الاستبداد، رضعنا فيها الثقافة ديال التهميش. نهضروا بصراحة بصراحة، وأسف على البارجة، سأتكلم بالعربي حتى يفهم يعني غير المغاربة. مثلا في منازلنا، وربما هذه الأمور في المجتمعات الأخرى، أنا كمغربي، في بيوتنا غالب الآباء حينما يتعامل مع ولده أو مع بنته في الدراسة مثلا، قد يكون هذا الطفل متفوق أو عنده ذكاء، لكن في الغالب لا يسمع، في الغالب الطفل المغربي في الغالب ما كيسمعش من الأب دياله، لا يسمع منه عبارة الثناء أو التشجيع، بل بالعكس أنت كسول، أنت غبي، إحنا كنا أنتوا باش كتعرفوا فلان أحسن منك، فلان دداك دداك، فلانة للاك، كتسمع داك التهميش. درتي خطأ مثلا، درتي خطأ زين، ربما كتعاقب. في الجيل ديالنا، الجيل ديال تقريبا 90 91 كذا، الجيل ديال العصا، كلينا العصا في الديور ديالنا، كلينا العصا، اكلنا العصا في المدارس. اذا اخطات اكلت العصا، اذا لم تخطئ او قمت بتصرف او محاوله تاكل العصا، قتلوا في الاطفال ديالنا، يعني الابداع مقتول قتل. بمعنى الشاب قد تكون عنده مثلا قدرات، عنده موارد، تهمش وتقتل. مثلا يريد ان يتعلم شيء، والله ما تفروا، أليس هذه الكلمة أو هذه العبارة في مجتمعنا المغربي؟ والله لا تفرطيه، بمعنى لن تتفوق ولن تفعل أي شيء. في حين الأمريكي بطبيعة الحال أوروبا نفس الشيء، أنا كنت أتكلم جلدي في أمريكا. طيب تقول التلميذ مثلا ديالو أو الطفل ديالو، تقول له تراي، حاول، تراي أند تراي، نيفر جيف أب، ما عمر تستسلم. هذه المصطلحات يعني والله كنت قريت طفل اسود امريكي صغير، جبت في السبوره يس اي كان دو ات، استطيع ان افعلها. هذه العباره هكاش قالت له وكتبها في السبوره، فبالتالي قلت هذه تعلمها من اناس يعني شبعوه بثقافه الاعتزاز بالنفس والثقه بالنفس، وهذا راه من الاسلام. انا حين اقول تجربتي في امريكا البسيطه، اللي هي تجربه بسيطه جدا، والناس اللي هم احسن مني واعلم مني عندهم تجارب اكثر، طيب هذا راه من صميم الاسلام، بل الدين الاسلامي هو الدين الذي يشجع على ان يثق الانسان بنفسه. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه واله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه تعلمون في الجاهليه العرب كانوا كيتسموا بعض الاسماء اللي فين عمل القبح، فكيتسمى مثلا بالعاصي او مثلا عاصيه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كانت عنده طفله وكان اسمها عاصيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمها وقال لهم سموها جميله، فسماها صلى الله عليه وسلم جميله. وفي روايه اخرى عن مسلم رضي الله عنه قال انها جميله، انها جميله. علاش؟ لان الاسم كيحمل مضامين وفيه معاني بطبيعه الحال، فحينما اغير الاسم من معنى سلبي الى معنى ايجابي، ف
تجعل هذا الطفل يعني يعيش تلك المعاني، في حين لو عاش بمعنى سلبي قد تموت ثقته بنفسه. لذلك الإنسان لابد أن يختار وأن يحسن اختيار اسم ابنه وطفله. إذا علمت أن هذا الاسم الذي ستسميه خاصة في مجتمع معين تعلم أنه سوف يعيش نوع من الإهانة ونقص الكرامة، أو مثلا له معنى قبيح، مثلا منطقة مثلا فيها الشلوح وجدت واحد السمية، ديك السمية عندها معنى قبيح، الشلوح متشلح ما تديش ديك السمية لأنك تعرف أن هذا الطفل سوف يعاني في مدرسته وقد تموت ثقته بنفسه. أو بعض الناس لا يغفر لأجدادنا لما كانت الحالة المدنية وكيديروا أسماء أو الكون اللقب، فقط بعض الناس كيختاروا بعض الكون قبيحة جدا، بعض الكون الآن الناس كيدبزوا في المحاكم باش يغيروها. لا، دائما الإنسان العاقل هو الذي يختار لنفسه الشيء الذي لا يقتل ثقته بنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم من أساليبه في دعم الثقة بالنفس أنه كما في البخاري وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. شوف مثلا بغى يحقر نفسه، خبثت نفسي ما تقولهاش، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن بيقول لقست نفسي. لقست أي ضاقت، مثلا حسيت بالضيق في قلبك، لا تقول خبثت لأن معنى الخبث معنى قبيح، لا، إنما ضاقت نفسي. فهذا فيه نهي أن يحقر الإنسان نفسه، لا أبدا، حاشا، الله تبارك وتعالى كرمك وأعطاك قيمة وأعطاك يعني شرف. كذلك يعني ما الوسائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها ويستخدمها لزرع الثقة في نفوس الصحابة والشباب كذا؟ أنه كان يرسل رسائل إيجابية. هذا الرسائل الإيجابية بطبيعة الحال تعطي ثمرات وثمرات وثمرات. يعني هناك أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أذكر منها على سبيل المثال أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الصحابي اللي قدماه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدرها ومنزلها عند الله سبحانه وتعالى بجبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، النبي لما التقى به قال له كلمة، هذه الكلمة تحمل معاني أنا متأكد والكل متأكد أن كان لها تأثير في نفس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى صار ما صار إليه من كبار فقهاء وقراء الصحابة. شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. دائما النبي يستغل المواقف التي يرسل فيها رسالة إيجابية يمدح فيها فلان حتى يثمر كلامه في نفسه الأعجيب. أبو موسى الأشعري لما الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إلى تلاوته وقراءته وأعجب بها، وكان أبو موسى الأشعري ذا صوت جميل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لم يكتف الرسول بالسماع وإنما أخبره بفعله. في حين تلقى الواحد منا لما شوف مثلا شاب له صوت جميل، أو مثلا مقرئ أو خطيب أو شاب، حين أرى منه الفعل الجميل ربما يعجبك صوته ولا تستطيع كبرياؤك أو لست أدري أو حسدك من أن تمدحه. أنا لا أقول تمدحه لكي تغره بنفسه، لكن حتى خاصة الشباب حتى تزرع في قلبه الثقة. أشج عبد القيس عشان قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: إن فيك لخصلتين يحبها الله ورسوله، الحلم والأنات. كان رجل حلوم، حليم، عنده صبر وأنات، كما تقولوا يعني ثقيل حادق وشرب دلو كما تقولوا بالدرجة المغربية. النبي صلى الله عليه وسلم من أساليبه حتى يزرع الثقة في قلوب الناس أنه كيعطيهم ألقاب وكيعطيهم يعني زي يعني كيعطيهم أسماء ذات معاني جميلة جدا. ماذا قال عن أبي بكر رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم؟ لو كنت متخذا خليلا أو متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. تخيلوا معي، لاتخذت أبا بكر خليلا، فهو خليله صلى الله عليه وسلم أي حبيبه. يعني الخلة هي من أشد درجات المحبة والصداقة وكذا. كذلك في سنن الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو
كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان ملهما، لو كان لكان عمر بن الخطاب. تخيل معي كيف يكون تأثير قول النبي عن أبي بكر لو اتخذت خليلا، أو عن عمر لو كان هناك نبي بعدي، تأثيرها في عمر في أبو بكر. لا، لقد رأينا تأثيرها في الواقع. أبو بكر رأينا أفعاله ورأينا إنجازاته، كذلك عمر، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كيوزع الألقاب والأوسمة. هذه الأوسمة أو هذا مثلا أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه، أمين الأمة، هو أمين الأمة، هذا المصطلح الذي اشتهر في التاريخ. كذلك مثلا الصديق، الفاروق، وهكذا هذه المصطلحات. كذلك بعض الصحابة التابعون وأتباع التابعين، كانت هناك المصطلحات للعلماء، أبو حنيفة الإمام الأعظم، إمام أهل المدينة، إمام مالك، إمام أهل السنة، إمام أحمد بن حنبل، الشافعي، ناصر السنة، وغيرها، إمام الأئمة ابن خزيمة، وغيرها من الأسماء والمصطلحات، شيخ الإسلام، يعني حجة الإسلام، الإمام الغزالي. يعني هذه المصطلحات وهذه الألقاب اللي عرفناها في التاريخ إنما كانت إيمانا بقدرات وطاقة هؤلاء المجددين وهؤلاء العظماء الذين دخلوا التاريخ وبصموا به، لتتم إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يستقبل، لأن الموضوع طويل وقد أطل، لكن هناك كلام آخر سأذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في مقطع قادم. ترقبوا ذلك في صفحتي على الفيسبوك، صفحة ربيع قرطبة، وكذلك على تويتر أو على اليوتيوب. وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.